حضرت في المركب الثقافي ديال مدينة بيورا كمتبرع كباقي المتبرعين في هذه الحملة اللي تنظمت هنايا للتبرع بالدم اللي كتصادف الأسبوع ديال السلامة الطرقية اللي تنظم من طرف المهني قطاع تعليم السياقة وكذلك المصلحة الإقليمية للشوكيت بها. كنشكر جميع المنخرطين اللي ساهموا في هذه المبادرة هذه، كذلك كنشكر الصحافة اللي حضرت معنا، وكنشكر كل من ساهم في قريب أو بعيد من إنجاح من أجل إنجاح هذه الحفلة. يمكن لهم يساهموا بشكل إيجابي لأن عندنا مجموعة ديال كل يوم كيتخلف مجموعة من الحوادث السير في البلاد ديالنا، إذا كيخصونا يعني كيكون واحد النقص في كاين مشكل ديال الدم صراحة، لذلك هاد الحملة هذه كتعاون ولا كتساهم في إنقاذ الأرواح ديال هاد الناس هادو اللي كيتصابوا في الحوادث السير. صابر محمد، عضو بجمعيه الحياه للتبرع بالدم فرع بيقرا اقليم شتوكا ايتبا، كما كتشوفوا اليوم درنا واحد الحمله تبرع بالدم بمدينه بيقرا، شاركوا فيه عده من المواطنين نساء ورجال. اليوم وصلنا واحد العدد اللي هو ازيد من 100 الحمد لله. بهذه المناسبه كان ندعي الشباب ديال اقليم شتوكا ايتبا كافه باش يجوا يشاركوا في هذه المبادره الخيريه باش نغطيو البنك الدم في أكادير. بسم الله الرحمن الرحيم. دامون احمد، مهني بتعليم السياقه بشتوكا ايتبها. اليوم درنا واحد الحمله ديال التبرع بالدم بشراكه مع المصلحه الاقليميه لشتوكا ايتبها والوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه وجمعيه الحياه. عموما حنا الهدف من هذا التبرع بالدم، حنا كمهنيين تعليم السياقه وكنشاركوا في الحملات ديال السلامة الطرقية، وكما كتعرفوا بأن السلامة الطرقية كتوعي الناس بعدم وقوع حوادث السير، وملي كتكون حادثة السير كيكون نزيف دموي. لهذا كنحتاجوا كثرة ديال باش ما كان في بنك الدم باش ما وجد الدم مزيان، راه مزيان بالناس اللي كيوقعوا في حوادث السير. وكما كتعرفوا المغاربة جميعا يعني غادي يجي واحد النهار غادي يحتاجوا لهذا الدم كيف ما كان نوعه. لهذا كنوعيو الناس كاملين يعني بحال هذه الحملات يكونوا ما يكونوش منقرضين وما يكونوش بالنسبه ليوم الوطني للسلامة الطرقية فقط، وكنتمنى يكون على طول مدار السنه باستمرار. يعني باش الفكره من هذا سميتو بشراكه، احنا كمهنيين كنشاركوا في السلامة الطرقية وكجمعيات الحياة بالنسبه للتبرع بالدم، يعني هذه الحملات يكونوا باستمرار وبدون انقطاع. وكما كتشوفوا المهنيين حاضرين بكثافه، وكان التجاوب بين المهنيين، وحنا ما كنظنوش بان هذا كاول مره غادي يكون هذه الحمله التبرع بالدم من طرف مهني شتوكايت بها والمصلحه الاقليميه والوكاله الوطنيه السلامه الطرقيه، وجا اللي كيصادف 18 فبراير من كل سنه. وحنا درنا هذه البداره والحمد لله كان الاستجواب من بين المهنيين وكان بصفه عامه بين المواطنين كاملين. المصلحة
الاقليميه للسلامه الطرقيه. اليوم حنا كنظموا واحد الحمله ديال التبرع بالدم بشراكه مع ميانيه تعليم السياقه وجمعيه الحياه لتبرع الدم فرع بيوغرا وتحت اشراف المركز الجهوي لتحقن الدم بمناسبه اليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي هو 18 فبراير. وحنا جد سعداء اننا في مدينه بيوغرا كنكرسوا واحد الحس تضامني وساكنه ديال مدينه بيوغرا. وهذا الشيء كيجي وكنعرفوا ان كاين واحد الخصص على مستوى المخزون ديال الدم على الصعيد الوطني. وهذه المبادره ما هي الا بدايه ديال مبادرات وحدين اخرين اللي غيمتدوا على طيله السنه ان شاء الله لتكريس واحد الشراكه بين المؤسسات العامه والجمعيات الفاعله على المستوى المدني في مجال السلامه الطرقيه. من هذا المنبر فحنا كندعو الساكنه ديال مدينه بيوغرا انهم يجيو يتبرعوا وانهم هذه البوادر فهي لانقاذ ارواح الناس بما فيهم ضحايا حوادث السير وجميع المرضى اللي كيكون ضروري من انهم يتزودوا بهذه الماده الحيويه اللي هي الدم. مناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية نظمت الجمعية المشاركة مع جمعية المهنية لتعليم السياقة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يوم التبرع بالدم. هذه المادة الحيوية اللي كتعرف نقص بزاف في بلادنا فجينا نتبرعوا. واليوم الحمد لله دازت الأمور على خير ما يرام وكانوا الناس كثار اللي تبرعوا والبون نداء باش جاو وتبرعوا دازت الأمور بخير الحمد لله. الحملة الهدف منها إنقاذ الأرواح بزاف لأن المغرب كيعرف واحد العدد مهم ديال حوادث السير اللي كتمشي فيها أرواح. فالهدف منا أننا نحاولوا نقدوا ما أمكن من الأرواح وهذا هدف من الأهداف اللي كترمي ليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمخطط اللي كترمي ليه الوزارة ككل باش نقصوا من عدد حوادث السير في المغرب. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.